بصباح ملؤه الخير والسلام والأمان نبعثه على العيون من يشاهد ويتابع شاشة بلادي الفضائية، وعلى البركة نلتقي بكم مرة أخرى والرحلة الصباحية المنوعة رحلة أول النهار. أهلا وسهلا بكم، عودناكم بالتواصل مع المواضيع المهمة التي لها تمس مباشر بما يحدث من مستجدات في الشارع العراقي والعربي والدولي. موضوع حلقة هذا اليوم أحبة المشاهدين لا يقل بالأهمية عن المواضيع السابقة، أنه يتحدث عن النفاق آفة المجتمعات. مشاهدينا الكرام، سوف ندخل في تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع، لكن سوف نتوقف قليلا مع هذا الفاصل وبالتأكيد لنعود بالحديث. نتابع. أهلا بكم أحبة المشاهدين مرة أخرى. ظاهرة النفاق ليست جديدة، فهي نتاج لعصور الاستبداد، لكنها مع تعقد الحياة وتصاعد الضغوط الاقتصادية والاجتماعية على الناس وغياب العدالة وتكافؤ الفرص، تبدو اليوم أكثر انتشارا وأشد خطورة على بنية المجتمع. كما أن التطور الذي حدث في أساليب النفاق هو انعكاس التغيرات الهائلة والتي شهدتها الحياة الإنسانية وعبر قرون من الزمن، وما أضافه العقل البشري من مداخلات كثيرة في أنماط الحياة وفي العلاقات الإنسانية. أعزائي المشاهدين، سوف ندخل في تفاصيل موضوع حلقة هذا اليوم من خلال هذا التقرير، نتابع معا. لقد اهتمت هذه الفصول بدراسة ظاهرة النفاق والمنافقين في إطار الموازين الإسلامية وفي سياق تاريخي محدد بمسار البعثة النبوية منذ الهجرة حتى تحقق الفتح وظهور الإسلام، ولكننا نستطيع أن نستخلص من هذه الدراسة أن النفاق ظاهرة بشرية عامة توجد عندما تتوفر لها الظروف التي تنشأ فيها، بعضها ذاتي داخلي وبعضها يفرضه الواقع الخارجي. فما من مجتمع كبير أو صغير وما من حركة سياسية أو دينية إلا وقد خبرت ألوانا من أخلاق النفاق ونماذج من المنافقين. فالظاهرة في هذا الإطار ظاهرة بشرية إنسانية تنشأ في إطار الدوافع الذاتية أو الخارجية التي تعمل على صنعها والتمكين لها. قد يعجز شخص ما عن الالتزام بمتطلبات طبقته أو أسرته أو جماعته ويستشعر مع ذلك ضرورة الارتباط بها، فيتظاهر لها بقدر الإمكان بمظاهر ذلك الالتزام، وحقيقته على غير ذلك، فهذا نوع من النفاق. وقد يجد شخص ما نفسه لسبب أو لآخر على رأس جماعة أو هيئة أو دولة تفرض تقاليدها وأعرفها أنماط من الفكر والسلوك لا يعتقده هو أو لا يستطيع الالتزام به، فيتظاهر بكل ما من شأنه أن يظهره بمظهر الشخص الملتزم بالفكر والسلوك المطلوب منه ظاهرا، بينما يعيش في حقيقة أمره غير ذلك، وهذا لون من ألوان النفاق. وقد يعرف عن حاكم بعينه البطش والاستبداد، فينشأ الناس على تمجيده وتزيين كل أعماله وهم يبتنون غير ذلك، وكذلك الحال في رب الأسرة الغليظ الجافي الذي يضطر أهله وأبناؤه لنفاقه بإعطائه المظهر الذي يريده، بينما يعيشون في حقيقة أمرهم على غير ما يعطونه من مظاهرهم، وهذا لون آخر من النفاق. وهكذا وفي كل هذه الصور والمظاهر ومثيلاتها ينشأ النفاق في حقيقته عن ضعف إما ذاتي أو بسبب ظروف خارجية غالبة يمنع صاحبه عن إعلان حقيقته خيرا كانت أم شرا، فيحاول أن يكيف نفسه مع واقعه الغالب عليه متجنبا الصدام الظاهر المباشر معه، ملتزما حقيقته الخاصة حتى تسنح له الفرصة لتجاوز واقعه والتغلب عليه. وكأي ظاهرة بشرية فإن النفاق من ثم يخضع لمقاييس الأخلاق البشرية ومظاهرها، فيكون فرديا وجماعيا، خاصا وعاما، ضعيفا وقويا. ولم يغفل البشر عن معرفة هذه الحقيقة، ولذلك فإن كل التجمعات والجماعات الإنسانية تعرف ظاهرة النفاق وتواجهها بوسائلها المختلفة، وكل تجمع وكل حركة وكل فكرة وكل بناء اجتماعي أو سياسي لا يدخر وسعه في كشف تلك العناصر المنافقة التي تندس في بنائه وتكيد له وتعمل على هدمه.
ونحن حين نقرر هذه الحقيقة العامة نريد أن نعقب عليها بإبراز حقيقة أهم، هي أن كل الأديان والأفكار والأنظمة والنشاطات البشرية والتصورات المرتبطة بها عدا الإسلام تمثل ركاما جاهليا يقف في صف الباطل، بينما يقف الإسلام وحده وهو دين الله الحق، وفي الخط المواجه يمثل الهدى الذي أرسله الله إلى البشر وختم به رسالاته لهم. وفي هذا الإطار وفي نطاق هذا المفهوم، فإن ظاهرة النفاق عدا كونها ظاهرة مرضية يختلف شأنها خارج الإطار الإسلامي. أهلا بكم أحبة المشاهدين مرة أخرى. أن المصالح والأهواء الظاهرة والخفية تتحكم بسلوك الإنسان وعلاقته مع الآخرين، ويشكل سلوك النفاق أحد مظاهر انهيار المنظومة الأخلاقية وأقصر الطرق للوصول إلى الهدف الشخصي على حساب الآخرين. وإذا كان المنافق يلهث خلف السلطة للوصول إليها أو الأكل من فتات موائدها والتهام ما تقذفه من فضلات أو كسب بعض المنافع والأعطيات، فإن السلطة أي سلطة حريصة على تربية المنافقين حولها للتصفيق لها والتسبيح بحمدها وتجميل عيوبها وأخطائها. الآن مشاهدينا الكرام نشاهد معا هذا التقرير والذي يوضح لنا النفاق السياسي. تنتشر ثقافة النفاق السياسي في أوساط المجتمعات التي تتميز بالتخلف على الرغم من مستوى التعليم في هذه المجتمعات، لأن التعليم ليس بالضرورة يقود إلى ثقافة حضارية، وهذا النوع من الثقافات مدمر للعلاقات الإنسانية وأواصر الترابط الاجتماعي والوطني، لأنه يولد حجما من عدم الثقة في أوساط المجتمع تقف عائقا في سبيل تطوره، لأن أولى خطوات التطور أن تتوفر في المجتمع عناصر الثقة ما بين مكونات هذا المجتمع. أطراف النفاق السياسي ثلاثة: النظام السياسي والطبقة السياسية والجمهور. أليف: النظام السياسي مسؤول عن الثقافة السائدة في المجتمع ويسعى جاهدا لحشد الناس وراء سياساته، لا يهمه إن كان تأييد الناس بالاقتناع أو بالرياء والخوف، فهو المسؤول عن ثقافة الكذب السائدة في المجتمع لفتح الباب أمام المتسلقين والانتهازيين. النخب السياسية علاقة السلطة بالمثقفين، علاقة مزدوجة، تعامل بمكيالين مع: أولا ذوي الوعي الذين ينعتون بالمعارضة، تبقى مبنية على الحذر والعداء والانتقام المبيت. ثانيا الطبقة السياسية الموالية، تلك فئة المثقفين المحسوبين على السلطة والمتواجدين في مختلف المؤسسات أو الأسلاك، هؤلاء هم الأداة التنفيذية لسياسات النظام السياسي، يدمرون المجتمع ويشوهون سمعته، فهم إذن سياسيون سلبيون منافقون. الجمهور هو الشعب، خاصة الطبقة الدنيا أو ما سميته بالسواد، وهي الفئة المغلوب على أمرها، توصف عندما تثور بالأوباش لا يمكنها فعل شيء. هذه الطبقة لم تعد تثق بكل الجمل الرنانة ولا بالعبارات المحصولة وبالوعود، لأنها ترى وتعيش ما يجري على أرض الواقع من نفاق وكذب وادعاء بتحقيق مكاسب عبر مقالات في الصحف والمجلات ووسائل الإعلام تتبجج بتأييدها للسلطة وبالمنجزات التي تم تحقيقها. أهلا بكم أحبة المشاهدين مرة أخرى، وسوف نكون الآن على مقربة أكثر من تفاصيل هذا الموضوع من خلال الانتقال إلى جولة مع زميلنا أسعد زازلي، وحول هذا الموضوع نتعرف أكثر، نتابع معا. تحية
طيبة أحبة المشاهدين، وأهلا ومرحبا بكم معنا في جولة صباحية أخرى مع برنامج أول النهار. اليوم نستغل تواجدنا هنا في رواق الأدب والمعرفة في شارع المتنبي للحديث عن موضوع حلقة البرنامج، وهو النفاق والنفاق السياسي. وسوف ألتقي بمجموعة في هذه الجولة من الشخصيات الأدبية والثقافية المتواجدة هنا للحديث عن هذا الموضوع. بداية نقول صباح الخير، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، شرف معرفتك دكتور عباس. أهلا وسهلا دكتور. دكتور، اليوم عندما نتكلم النفاق آفة اجتماعية، آفة لها أمراضها وأضرارها، لكن اليوم نشوف العدوى انتقلت صار نفاق سياسي. بعد ما كان كثير من الأمور والشوائب المختلفة أصبح اليوم ظاهرة نفاق سياسي، كيف ننظر إليها وكيف نقيم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. مع الأسف هذه ظاهرة غير صحية في مجلس النواب وكذلك القوى السياسية، وخاصة ونحن نواجه ظروفا استثنائية، ظروف أمنية وكذلك ظروف اقتصادية. لذلك نلاحظ هناك مواقف متذبذبة، مواقف تخضع لرغبات سياسية بعيدا عن مصلحة الوطن، ولم بعض السياسيين لم يقدر الوضع السياسي والاقتصادي والأمني وكذلك حالة الجماهير التي تعاني من الفساد وتعاني من الاضطهاد وتعاني من التهميش. لذلك نلاحظ بعض السياسيين يخرج بتصريحات ويطالب بالإصلاح، ولكن في الحقيقة حينما تأتي مسألة الجد نلاحظ يتغير مواقف هذه القوى، وبالتالي هناك أشبه بنفاق سياسي، وهذا طبعا يضر بالعملية السياسية. لذلك نلاحظ الآن من خلال الاعتصامات ومن خلال التظاهر نلاحظ هناك الكثير من القوى السياسية التي اتخذت مواقف سلبية بعيدا عن رغبة المواطن وبعيدا عن الإصلاح الذي نادت به هذه القوى. يعني اليوم هاي وسيلة جديدة بتدعوها السياسيين، اليوم شافوا كل أسلحتهم نفذت، بدوا أنه يصرح شيء وهو في بداخله مؤمن بشيء ثاني، يريد شيء ويعلن شيء آخر غير اللي يريده. طبعا هذا طبعا السبب الأساسي لأن يتعارض مع مصالحهم، حينما رأوا الإصلاح يتعارض مع مصالحهم ورغباتهم ونفوذهم ومكاسبهم، بدأوا أو انكشفوا على حقيقتهم. لذلك حتى الإصلاح بحد ذاته، قاطعك دكتور، اليوم بدأ نشوف إصلاح واضح المعالم، كل واحد ينادي بإصلاح على سجيته، على غايته، على اللي يريده هو، بدأ نشوف إصلاح شامل الكل متفق عليه ويريده. نعم، هو هذا نوع من الوفاء، طبعا هذا نوع من التذبذب في الآراء وتذبذب في المواقف، لأن هذه المواقف هي تعبر عن مصالحهم عن رغباتهم. لذلك هم بعيدين عن الإصلاح لأن الإصلاح يضر بمصالحهم. لذلك نلاحظ عدم الاهتمام برغبات الجماهير، لذلك الجماهير هي التي تؤشر هذه القوى إن شاء الله، وهي التي تكشف زيف ادعاءات هذه العناصر التي تدعي الوطنية وفي الظاهر هي بعيدة عن الوطنية وبعيدة عن الإصلاح وبعيدة عن مصالح الشعب. جزيل الشكر لك دكتور عباس، أهلا وسهلا بك مرة أخرى. ومشاهدين أحبة، مستمرين في هذه الجولة الصباحية التي نتحدث فيها عن ظاهرة النفاق الذي انتقل من البعض إلى الساسة. وبداية نقول لك صباح الخير، شرفنا بقناة بلادي. خليني شرف باسمك بداية. علاء خضير، مراقب سياسي وضابط متقاعد. أهلا وسهلا بك أستاذ علاء. نتحدث اليوم عن آفة جديدة، السياسيين ما شاء الله خلصوا الآفات الموجودة كلها، انتقلوا للنفاق السياسي. البعض منهم، لا نقول الجميع، البعض بدأ يعلن أمور ويعلن إصلاحات، والبعض يريد أمور أخرى ويعلن على عكس ما يريد. لحد الآن لم نشاهد اتفاق حتى على إصلاح واحد، يعني كيف نقيم هذه الظاهرة الجديدة؟ والله أكو عندنا مثل بغدادي يقول ينطبق على السياسيين العراقيين، كلام الليل يمحوه النهار. هم بالليل يقولون شكل، لكن عند التطبيق في النهار يختلف عن كلام الليل. نشوف نلاحظ كلهم وفق نظام النفاق السياسي، كلهم ينادون بالإصلاحات وتقديم خدمة. كل يبكي على ليلى، كل من يبكي على ليلى، كلهم يدعون بالإصلاحات وهوية وطنية واحدة ومشروع وطني واحد، لكن خلف الكواليس وخلف الغرف المظلمة أنهم متمسكين بامتيازاتهم ومصالحهم على حساب من؟ على حساب الشعب العراقي
على حساب المشروع الوطني اللي هو أساس البناء والاستثمار والقوانين وتحقيق وحدة العراق، وضرب بيد من حديد على تردي الجانب الأمني وتردي الفساد. إذن أنهم مثل يقول وجهين، واحد عنده وجهين بقلبه شكل بس لكن بلسانه شكل آخر. نتمنى من الكتل السياسية ومن السياسيين أن يحبون شعبهم، أن يحبون العراق، وأن يخلقون بودقة واحدة تسمى هوية وطنية وتسمى مشروع وطني من أجل بناء العراق، من أجل الاستثمار والإعمار. هذا الازدواجية في الآراء، هذه الازدواجية في المطالب، هو اللي حتى البعض ممن يدعي بمطالبة الإصلاح وصار له 12 سنة موجود وساهم في خراب البلد، ساهم في كل المشاكل. شنو أثر على المجتمع هاي التجاذبات اليوم؟ ترى الشعب العراقي والمواطن العراقي يمتلك موسوعة سياسية. الطفل العراقي هو محلل سياسي نتيجة ما يمتلك الشعب العراقي من ثقافة. نشوف احنا يعني كلهم يقولون يعني، والطفل مالنا يقول يعني أنا ابني يقول لي يابا احنا صرنا 13 سنة. السياسيين العراقيين اللي يمتلكون زمام المبادرة خلال فترة 13 سنة، ماذا تحقق للشعب العراقي وفق ميزانية إقليمية؟ ماذا تحقق؟ هل تم بناء جسور؟ هل تم بناء مستشفيات؟ هل تم بناء؟ ما نريد نغوص بالماضي كثيرا. نحن اليوم في الحدث اليوم باختصار بدقيقة، اليوم هذا التجاذب الازدواجية في الآراء تأثيرها على المجتمع؟ طبعا تأثير واضح على الشعب العراقي، وخاصة بالفترة الأخيرة انكسارات قبة البرلمان. صار عندنا برلمان ألف وبرلمان باء، ومحتمل يصير برلمان جيم. هذا شو يؤدي؟ يؤدي إلى انكسارات في الجانب الأمني، وإحنا سقعد نواجه داعش وتنظيم القاعدة. محتمل يؤدي انكسارات في الهوية العراقية، انكسارات في المشروع الوطني، انكسارات في القوانين اللي تخدم العائلة العراقية واللي تخدم المجتمع العراقي. نتمنى من السياسيين ومن الكتلة السياسية أن يتنازلوا عن امتيازاتهم ومصالحهم من أجل الشعب العراقي ومن أجل الهوية العراقية ومن أجل المشروع الوطني. شكرا جزيلا أستاذ علاء، شرفنا بالقاء، شكرا جزيلا، ولنا الشرف باستمرار في هذه الجولة، ويعني نختمها بلقاء أخير بدقيقة. صباح الخير. أهلا، صباح الخيرات، شرف باسمك المحل السياسي عبد الله الكناني. يعني بدقيقتين ما عندي وقت، كيف تقيم اليوم الازدواجية في التصريحات؟ كيف تقيم الازدواجية في المعايير التي يتظاهر بها البعض من السياسيين اللي نقدر نطلق عليه النفاق السياسي؟ شكرا لكم. أنا أقول سيدي العزيز أن الرجل كلمة، إذا كذب فقد رجولته. أغلب السياسيين الآن هم يتكلمون بعدة وجوه، في يظهرون بالفضائيات، في كل فضائية يتكلمون حسب ما تريده الفضائية، وبالصحف يصرحون حسب ما تريده الصحيفة، وفي البرلمان يصرحون أو في الوزارات. نحن نريد رجل صادق يتكلم ما له وما عليه، هنا تكون خدمة العراق. أما أن أتكلم بعدة وجوه بالتالي سأخلق مشكلة وعدم مصداقية وعدم ثقة بالشخص المقابل. أنا أقول الكلام صفة المتكلم، عليهم أن يكونوا جادين، أن يكونوا مخلصين، أن يتكلموا الذي عليهم ما الذي ضدهم، وبالتالي ستكون سياستنا نظيفة. كما في الخارج البرلمانيين في الخارج يقول أنا سرقت، أنا تجاوزت، نحن عندنا في العراق لا يوجد هذا. وشكرا لكم جزيلا، شرف قلبي، شكرا. نحن وصلنا الآن إلى ختام هذه الجولة التي تحدثنا فيها عن الوجوه المتعددة لبعض السياسيين العراقيين وازدواجيتهم في المعايير وفي الطرح وفي التصريحات المختلفة وما آل إليه الحال الآن حسب رأي المثقفين والأدباء المتواجدين هنا. أعود بالكلمة للاستوديو، شكرا لكم على الإصغاء والانتظار. مشاهدينا الكرام، لازلنا بموضوع حلقتنا، والآن سوف نشاهد معا مقطع قصير من فيلم الرسالة، والذي يعطينا صورة من صور النفاق عند المشركين. نتابع معا.
محمد أصبح أمة، تسلم مدينة، بايع وعهد قومك وأنت تغط في النوم يا ابن سلول. بالأمس تهوى ملكك وأنت تحلم بالمسج على فراشك الوثير. لا تلومني يا أبا سفيان، أصبحتم في قبضة يده، لن تمضوا بقوافلكم إلى الشام إلا متسللين، أو يأذن لكم سيد يثرب الجديد. وأنت ماذا تفعل؟ سأنتظر وأتربص. إلى متى؟ إلى أن تهب العرب معكم فتسحقوه وتعودوا سيرتكم الأولى. وفي فترة انتظارك ما هو دورك؟ سأعتنق الإسلام. هل يظن أني أترك له مسقط رأسي؟ لا، إن أثرب تستحق التضحية. النفاق. نعم يا هند، النفاق والاعتناق. ابن سلول يعتنق الإسلام؟ يمرغ وجهه في التراب 5 مرات كل يوم؟ لا أصدق. قد لا تحتاج إلى ذلك إذا صارت الأمور على ما يرام يا ابن سلول. أهلا بكم أحبة المشاهدين مرة أخرى، وللدخول أكثر في تفاصيل موضوع حلقة هذا اليوم معي في الاستوديو الدكتورة شيماء عبد العزيز الباحثة في علم النفس والاجتماع. حياك الله وصبحك الله بالخير. صباح الخير، وصباح الخير على كل مشاهديك. نورتينا أكيد دكتورة بهذا الحضور. أكيد بحديث عن تفاصيل هذا الموضوع، هل لك في البدء أن تعرفينا وتعرفين المشاهدين الكرام بمفهوم هذه المفردة، مفردة النفاق وبشكل عام؟ نعم، النفاق هو سمة من السمات اللي يتصف بها، مع الأسف هي من السمات السلبية وليس من السمات الإيجابية، يتصف بها بعض البشر. هي إظهار عكس ما بداخله، يعني يظهر لك عكس ما بداخلك، يظهر لك الحب والعطف، هو وفي داخله هو يحمل لك الكراهية وينتهز الفرص لأنه يطعنك في ظهرك. طيب يعني لماذا يلتجئ الإنسان وتحديدا يعني صاحب السلوك الخاطئ إلى التعامل بهذا الأسلوب؟ نتيجة تربية، يعني هاي السمات اللي يتصف بها الإنسان هي نتيجة تربية وتنشئته الأولى بالأسرة. لاحظ الطفل مثل الإسفنجة يأخذ كل، يتشرب بكل السمات اللي موجودة داخل الأسرة من وخاصة الأم والأب. جميل. لما يلاحظ الأب والأم يظهر لي أمام عين الأطفال، يظهر الحب للأشخاص الآخرين، بعد مغادرتهم يبدأ يتكلم عنهم بالسوء ويطعنهم. هاي تلقائيا ياخذها الطفل ويتوقعها انه هذا التصرف الصحيح، فيتشربها، يبدي ايضا هو يتعامل بها، ينتقل بها بعد الاسره، يروح بها للمدرسه، يبدي يتعامل بها من خلال وجوده داخل المدرسه مع المعلم، مع زملائه، وتبدا لاحظ تكرار السلوك انه تعتاد عليه، يصبح عاده من عاداتنا. بعدها هاي العاده بقوتها بتكرارها تصبح سمه من سماتنا. فالسمه احيانا تبعد اسمك ويبدون تعرف من قبل الاخرين ليس بالاسم اللي تحمله، بالسمه اللي تحملها. مثلا نقول اجى المنافق، او نقول اجى الكريم، او اجى الشجاع. شوف السمة من في بعض الأحيان تطغي يعني حتى على الاسم. نعم، مع الأسف السمات اللي مثل النفاق هي سمات سلبية، أحيانا ينادى الشخص بهذه السمات. زين دكتورة، يعني أفهم من هذا الكلام اللي تفضلت به أنه يعني هذه السمة وهذه الصفة السلبية التي توجد عند بعض الأشخاص، يعني هل هي صفة مكتسبة من المحيط أم أنها يعني توجد مع الإنسان نتيجة التوارث؟ هي ليست نتيجة فطرية، يعني ليست هي عبر الجينات، ما تنتقل لنا عبر الجينات، هي ليست موروث جيني وإنما هو موروث اجتماعي، ممكن يتعلم من البيئة، يعني يتعلم الإنسان ويكتسبه من البيئة المحيطة به، بدءا من الأسرة. البيئة الأولى هي النواة الأساسية للمجتمع، هي اللي تركز السمات في شخصياتنا منذ الصغر، خاصة بال5 سنوات الأولى. قد يعني عندما يشاهدنا ويسمعنا المشاهد يقول هذا طفل ما يتعلم، لا،
هو بناء شخصية الإنسان تبدأ بهذه الأعمار، وكل ما يقوم به الأب والأم والكبار الموجودين حوله هي سمات تنتقل وتلتصق في شخصيته. يعني صور الكبار هم السلوك الصحيح وهم الذين لا يخطئون، فيتصرف كما يتصرف الكبار وتلتصق بشخصياتهم وتصبح سمة من سماتهم يتعامل بها داخل الأسرة وخارج الأسرة. طيب يعني دكتورة، يعني هذه الصفة في حالة تزايد أو في حالة تناقص، يعني هل هي مرتبطة بطبيعة الواقع الذي يعيشه هذا الفرد، سواء كان واقع بمحيط يعني هادئ وساكن يعيش حياة رغيدة، أم مجتمع يحيط به الكثير من الضغوط والحروب النفسية؟ أحياناً الإنسان ينشأ ببيئة هادئة، ببيئة ما لكن داخل الإنسان ما يعرف إنه هي ما هي صفاته، ما هي إمكانياته، ما هي قدراته، لأن هو في وضع هادئ مستقر نوعاً ما، لكن في حين لما يخوض معترك الحياة هنا تبدأ الاعتراف بهذه السمات، تظهر عندما يواجه المشكلات، عندما طريقة مواجهته للمشكلات، طريقة خوضه لهذه معترك الحياة، فتظهر إذا كان هو ببناء النفسي والجسمي والانفعالي والعقلي سليم منذ البداية، راح يواجه هاي المشكلة بطريق صحيح، في حين عندما يواجه مشاكل بطرق ملتوية وغير قادر على مواجهة الحقيقة ويتبع الخداع ويتبع الطرق الغير صحيحة والمكر والدهاء في سبيل الوصول إلى الأشياء اللي أو الأهداف اللي يبغيها، هنا نقول عليه منافق، لأنه ما اتبع الطريق السوي السليم، وهنا في داخله هو تنشئته وإحساسه الداخلي هو ليس سليم، إذا يعاني من أمراض نفسية ويعاني من حالات غير سوية. لاحظ النفاق هو لا يقتصر أيضا على الإنسان، يعني هو كل الكائنات الحية ممكن تعاني من الأشجار، تلاحظها شجرة كبيرة وشكل وخضار، لكن في داخلها مأكولة مثلا من دودة أو من أرضة، أو نقول عليها نفقة الشجرة، أي مريضة بالظاهر صحيحة لكن جزء الأساسي في داخلها هو ميت. لكن هذا الموضوع أيضا مرتبط، وهذه الصفة موجودة أيضا عند الحيوان، البعض يحاول التقرب والتودد ولحظة والثانية تشوف يعني يفترس أو يفترس الحيوان الآخر. لاحظ أيضا ينتقل أيضا للإنسان، هو أنت تلاحظه بشكله الجميل، يبدي لك كلمات جميلة، لكن قلبه وإحساسه وضميره نقول هو ميت. زين دكتور، راح توقف في موضوع كلش مهم، يعني هذه الصفة وهذه الخصلة السلبية التي أصبحت الآن بمثابة ظاهرة انتشرت بشكل يعني كبير في كل مجتمعات في العالم، لا تقتصر فقط على المجتمعات العربية أو يعني الأوروبية، هي صفة موجودة في أغلب المجتمعات، لكن مع الأسف هناك من يقول ويتحدث بأن يعني المجتمع العراقي وثقافة المجتمع العراقي ميال أكثر إلى التعامل بهذا الأسلوب، وهذا يعني موضوع نابع من إحصائيات وأيضا يعني بعض يعني المحللين تحدثوا بهذه الطريقة، كيف تعلقين عن هذا الموضوع؟ لاحظ انه احنا قلنا السمات هي ما تقتصر على مجتمع دون اخر، ممكن ان تعم المجتمعات، لان اكو سمات عامه تعم المجتمعات بصوره عامه، لكن لماذا المجتمع العراقي النفاق؟ لماذا لا؟ انا الاحصائيات تقول المجتمع العراقي من سمات الكرم، يختلف عن باقي المجتمعات بسمة الكرم، لماذا سمة النفاق؟ النفاق قد تكون تجربة مثلا حصلت مع بعض الأشخاص اللي هم يتسمون بالنفاق وبعدها عمموا على باقي المجتمع، يعني هي ليس بالشيء القاطع والسائد وليس الشيء الصحيح اللي أنه أنا أعمم على مجتمع بأكمله أنه هو منافق، أبدا لا يمكن أنا أعمم، ولا يمكن أن أعمم مثلا سمة أخرى، يعني قد يكون اللي شاهدنا يقول أنه هي تنحاز لأن هي يتكلمون على مجتمعها بسمات سلبية، أبدا لكن هي ممكن أن تكون في مجتمعات أخرى أكثر
لكن غير ظاهرة، لكن من خلال التعامل، من خلال وجودك داخل المجتمع ممكن أن تظهر. في حين لماذا المجتمع العراقي يتسم بالنفاق؟ أبدا لا يمكن أن أعمم هاي السمة على كل. يمكن هذا التعميم وهذه هي التصريحات وهذه الإحصاءات التي هي نابعة من حقد وكره إلى العراق وإلى شعب العراق. نعم أكيد. ممكن أن أحيانا عندنا في علم النفس الإسقاطات، أحيانا يسقط ما بداخله أفراد مجتمع آخر، يسقط ما بداخله على مجتمع آخر. يعني مثلا هم موجودة لديهم هذه السمة فما يعترفون بها، يسقطوها على مجتمعات أخرى. هم يتمنون أن يصبحوا كهذه المجتمعات، أو يتمنون أن يتسموا بسمات تتسم بها هذا، كالحضارة، كالثقافة، كالتطور في أصحاب حضارة. لا يمكن نكرانها، إحنا الشعب أصحاب حضارة. كثير من المجتمعات الآن تتمنى أن تملك حضارتنا، لهذا تلاحظ الحقد يكون والكراهية هي من المجتمعات اللي تتسم بالنفاق وليس مجتمعنا اللي يتسم بالنفاق. جميل هذا الكلام من الدكتور. طيب أنا أتوقف في موضوع كلش مهم، يعني هل من السهولة الآن كشف المنافق وكشف الشخص الذي يتعامل بهذا الأسلوب والتعامل به وجهين؟ نعم أكيد. لاحظ احنا يوميا نتعامل، يعني تظهر بسبب الظروف، بسبب الأوضاع، بسبب احيانا كل واحد عندنا، كلنا عندنا اهداف وعندنا طموحات نرغب ان لنصل الى مرتبه انسانيه اعلى، الى الكمال، الى السمو الانساني. لكن كيف اصل الى اهدافي؟ هنا انا راح اختلف عن البقيه في المجتمع. من هم من يسلك إلى أهداف الطريق الشريف، الطريق الصحيح، لا يمكن، ويواجه الحقيقة ويصل بطرق صحيحة ملموسة إلى أن يصل إلى هدفه وينال الهدف اللي حققه، وهذا حق مشروع أكيد. يعني لكن لاحظ بعض يريد يصل إلى أهدافه لكن لا يستطيع مواجهتها بالحقيقة، يعني لا يستطيع أن يسير إلى أهدافه إلا بطرق ملتوية واستخدام الخداع واستخدام المكر ويصل إلى أهداف. هذا هو المنافق، وهذا الفرق بين المنافق وبين الشخص السوي نفسيا. لكن هناك مع الأسف نوع من الثقافة السلبية عند البعض، عندما يتحدث الإنسان بواقعية وعندما يتحدث الإنسان بكلام نابع من القلب، البعض يصفه بأنه منافق. أبدا. لاحظ احنا من نطلق كلمة منافق هي ليست كلمة واحدة، يعني هي في مضمونها تحمل الحقد والكراهية والغيرة والحسد، كل هذه السمات مجموعة بهذه الكلمة اللي قد يتصورها الآخرين هي جدا بسيطة، لكن هي تحمل مجموعة من الأمراض النفسية ومن الحالات الغير سوية وإسقاطها على الآخر. أحيانا الشخص اللي تتعامل معه أنه يظهر لك الحب والحرص عليك، لكن قبل ما تغادر المكان ممكن أن يطعنك، يعني وتعرف أنه هو طعنك، لكن طريقة مواجهتك إليه تختلف عن مواجهة آخرين. أحيانا يقول لك أنا أهمله وما أواجه أنا المنافق، لأن هذا لا يمكن إعداله أو رجوعه إلى الحالة الإنسانية. أحيانا يقول لك لا أنا أواجهه وهي شنو الأنسب بالتعامل؟ الأنسب المواجهة. المواجهة؟ نعم. حتى أحيانا الإنسان لأن هي جزء من إنسانيته، يعني نقول أصابها المرض، يعني النفس البشرية تصاب بالأمراض كالجسم عندما يصاب بالأمراض، ومع الأسف المرض النفسي أشد وطأ على النفس البشرية من المرض الجسدي. لماذا؟ لأن ليس من السهولة أنه معالجة هذا المرض النفسي وإعادته إلى حالته السوية، لكن المرض الجسدي ممكن دواء واحد يعيد عمله بصورة صحيحة. لهذا المرض النفسي عندما يصاب النفس البشرية لا يمكن معالجتها بسهولة أو بوقت قصير، أحيانا يحتاج سنين إلى إرجاعه إلى حالته الطبيعية. زين دكتور، هناك من يتحدث بأن النسبة الأكثر انتشار في هذه الصفة السلبية موجودة في أماكن الدوائر الحكومية وكذلك غير الحكومية، يعني بغض النظر عن بقية الأماكن الاجتماعية، لماذا يعني هذا التركيز على الدوائر الحكومية؟ يعني
والموظفين تحديدا. نعم، لأن هم اللي بالواجهة، مع من تتعامل في قضاء حاجاتك الأساسية اللي تعاملك اليومي مع الدوائر، مع الموظف. السيارة لازم تروح تواجه المرور ودوائر المرور، السكن تحتاج العقار ودوائر، المرض تحتاج إلى مستشفيات وتواجه الموظفين والأطباء. إذن كون التواصل لهم مستمر ومباشر. مستمر وهم بالواجهة. أيضا الساسة هم اللي محط أنظار كل أبناء المجتمع، أي تصرف يصدر منهم هو محط لي أن يقال وأن يحلل وأن يرجع هذا التصرف يا أما إلى النفاق أو إلى أنه هو هذا الشخص سليم ونيته صحيحة، بدليل أنه أعماله هو ليس أحيانا المنافق من سماته أنه فقط الأقوال. كيف تستدل عن أنه هو ليس منافق؟ من خلال أعماله، عندما يقول شيء يعني اليوم مثلا راح أوفر مثلا النازحين راح أوفر لهم مساكن، عليه أن يوفر مساكن مو؟ عليه أن يوفر بدائل للسكن. لما ما يوفر ويطلع في تصريحات متكررة والنازح يعاني أكيد راح ينتقده، راح وين هذا المنافق إذا هو ما وفر لي. لاحظ شوف السياسي بمحك أنه وأمام الجميع ويكون محط أنظار الكل بتصرفاته وليس فقط دائما يسمعون الأقوال ويريدون الفعل. هل هو كما قال؟ احنا اكيد راح يكون ان يعني لقاء وحديث بشكل اكثر عن هذا الموضوع تحديدا النفاق السياسي، لكن الان نبقى في اجواء النفاق الاجتماعي. نعم. يعني في ظل هذا التطور وفي ظل هذه يعني التكنولوجيا التي تحدث، هناك من يتعامل بالانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، هل بالامكان عكس هذه الصفه وهذه الخصله من خلال التواصل بهذه التكنولوجيا؟ نعم، كل الصفات، وممكن أن تحلل شخصية الصاحب اللي تتعامل وياه عن طريق النت من خلال أقواله. يعني ممكن أن تصل إلى شخصية اللي يتعامل وياك بالنت من خلال كتاباته، أقواله، منشوراته، من خلال مصارحته باسمه الصريح. كل هذا يدل على أنه هذا الشخص يتمتع بنفسية سليمة. وكيف أنه أنا أقول هذا الشخص سليم نفسيا؟ عندما يكون أقواله مطابقة لأعماله، عندما يكون تعامله مع الجميع بالتساوي، عندما يضع الحدود للتعامل مع الآخرين. لكن عندما تلاحظ أنه أولا هو ما راح يعبر عن اسمه الصريح، وهذا بحد ذاته هو وجه من أوجه النفاق. يعني أنه أنا ما أعبر أنه يطي رمز أو يطي اسم مستعار وليس اسم الحقيقي. هذا أول أنواع النفاق. لماذا لا أواجه؟ لأن ماذا يواجه الحقيقة؟ هو النفاق هو عدم مواجهة الحقيقة. فأول شيء هو راح ينكر حقيقته، فراح يتعامل مع الآخرين بشخصية غير شخصيته الصحيحة بدءا من اسمه. يعني أفهم من هذا الكلام دكتورة أنه يعني التعامل بوسائل التواصل الاجتماعي ساهمت بشكل كبير في انتشار هذه الظاهرة؟ نعم أكيد ساهمت بشكل كبير، بسبب أيضا إحنا مجتمعاتنا أحيانا هاي المجتمعات اللي دخلت إلها التكنولوجيا بسرعة، بعد أن كان انغلاق، بعد أن كان تحفظات من استخدام هذه الأجهزة، من مساوئها أنه بدأت تنقل لنا سلوكيات غير سوية. يعني مثلا تقليد الآخرين، لاحظ أنه الآخر ما يعبر عن اسمه الحقيقي، وممكن أن يتكلم كلام بذيء ويدخل على الآخرين بدون التعرفة الحقيقية، لأن هو من صفات المنافق الجبن، عدم مواجهة الحقيقة. نعم، فأول الخطوات اللي يقوم بها هو ينكر حقيقته حتى يسقط ما بداخله على الآخرين من عيوب ومن مساوئ ومن أحيانا السب والشتم.
وهذا من صفات الجبناء والجبن هي صفة من صفات المنافق. جميل هذا الكلام منك دكتورة، أكيد راح أتواصل وياك في هذا المشوار والحديث عن هذه الظاهرة السلبية من بعد ما دخلنا في تفاصيل النفاق في داخل أروقة المجتمعات للأسف، وننتقل بالحديث إلى الحديث عن النفاق السياسي. وقبل أن ندخل في تفاصيل هذا الموضوع أحبتي المشاهدين، الآن سوف نستمع ونشاهد معا هذا المقال السياسي حيث تناولت الكثير من الصحف هذا الموضوع في المجال السياسي وكذلك الاجتماعي. إذن للدخول في تفاصيل النفاق السياسي نشاهد معا هذا المقال. النفاق السياسي بقلم سعيد سطل. يوجد في المجتمع البشري أصناف عدة من المنافقين، كما يوجد ألوان عدة من النفاق، منها نفاق اعتقادي ونفاق عملي ونفاق سياسي ونفاق أخلاقي. ومهما تعددت وتنوعت أسماء النفاق فمعناه واحد، وهو إظهار الإيمان وإبطان الكفر أو مخالفة الباطن الظاهر أو إظهار الخير وأسرار الشر. وكذلك مهما تعددت ألوان النفاق فعناصره ومكوناته واحدة لا تتغير بتغير الزمان والمكان، وهي التي وردت في الحديث النبوي الشريف: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. هذه هي عناصر النفاق وخصاله ثابتة لا تتغير. قد تتغير أساليب النفاق ووسائله وهي كثيرة، تتداولها وسائل الإعلام المختلفة من صحف ومجلات وقنوات فضائية وغيرها. وأخطر ألوان النفاق وأشدها ضررا على البشرية هو النفاق السياسي، وهو الذي تعتمده الدول في سياساتها الخارجية مع بعضها البعض وفي معاملاتها وعلاقاتها الداخلية مع مواطنيها. ولو استعرضنا سياسات الدول وعلاقاتها ومعاملاتها الخارجية مع بعضها ومعاملاتها في الداخل مع شعوبها لوجدنا عمادها الكذب والخداع والاحتيال. ولو استعرضنا سياسة الولايات المتحدة الخارجية ومعاملاتها مع الدول والمجتمع الدولي لوجدناها مبنية على النفاق، قائمة على الكذب والخداع والتلفيق والغدر والاحتيال مع جميع الدول والشعوب حتى مع حلفائها وأصدقائها المقربين. هذه الولايات المتحدة الرائدة في النفاق السياسي على مستوى العالم تدعو إلى تشكيل تحالف دولي لمحاربة الإرهاب، وتدعو لتوجيه ضربات جوية لتنظيم داعش في العراق وسوريا بصفته تنظيم إرهابي يهدد أمن دول المنطقة. ومن المفارقات الغريبة العجيبة أن الدول العربية التي تدعم وتمول وتسلح هذا التنظيم السعودية وقطر والإمارات والبحرين والأردن، وهي أول من لبى نداء الواجب وانضم إلى هذا التحالف. ولا يخفى على أحد الرعاية والتأييد الأمريكي الذي يحظى به هذا التنظيم في العراق وسوريا. هذا لون من ألوان النفاق الصارخ الذي يدعونا إلى التشكيك في نوايا أمريكا وشعاراتها التي تطلقها في محاربتها للإرهاب وضرب داعش. فتنظيم داعش لا يحتاج إلى تحالف دولي للقضاء عليه، إنما يحتاج إلى وقف إمداده بالمال والسلاح ووقف تدفق المقاتلين العرب والأجانب للعراق وسوريا عبر الحدود السعودية والأردنية والتركية. أهلا بكم أحبتي مشاهدينا مرة أخرى، بعد ما شاهدنا واستمعنا إلى هذا المقال نعود إلى أروقة برنامج أول النهار مع ضيفتي الكريمة دكتورة شيماء. يعني سمعتي المقال ودخلنا في تفاصيل موضوع النفاق السياسي، كيف تعلقين عن هذا الموضوع؟ نعم أكيد هو على مستوى دول ومستوى دول كبرى أيضا تمتاز بهكذا سمة مع الأسف سلبية للوصول إلى غاياتها. احنا قلنا احنا الأفراد البسيط هو عنده أهداف يريد يوصل لها، يا أما يوصل لها بطريق صحيح ومشروع وطريق سوي نقول هذا عليه الشخصية السوية.
الغير سوية اللي هو اللي يتبع المكر والخداع والخيانة للوصول إلى أهدافه. أيضا المجتمعات كالأفراد عندها أهداف وعندها غايات تريد تصل. الدول سوية وصحيحة تصل إلى أهدافها بالتفاوض، بالحوار، بمجارات الجار، لكن هناك دول تصل إلى غاياتها بالخداع والمكر والكذب والمراوغة والغدر حتى تصل إلى أهدافها. أيضا هناك الشعارات وحكم الغاية تبرر الوسيلة تتبعها الدول الكبرى مع الأسف لنيل مطالبها في دول صغيرة أحيانا قد تكون مغرياتها كالثروات كالطاقات البشرية اللي تريد تستولي على هذه الدول، فتقول لك أني الغاية تبرر الوسيلة، أني غايتي أصل إلى وأحط إيدي على ثروات هذا البلد، فأني أي وسيلة أتبعها هاي من حقي. يعني دكتورة، يعني هذا المفهوم وهذه الثقافة الموجودة عند بعض الدول وعند بعض أصحاب الكلمة وأصحاب القرار الذين يمتلكون زمام السلطة في إدارة البلاد، البعض يستخدمه من أجل يعني إثبات حضور هذه الدولة، وبالتالي يكون هذه الدولة دولة قوية بالإمكان أن ترتقي إلى يعني بلدان الدول المتطورة من خلال التعامل بهذا الأسلوب. ما مدى دقة ويعني صحة هذا التعامل؟ لا يمكن أن تصل الدول إلى التقدم والتطور من خلال الأساليب الملتوية. أن النفاق هو اتباع أساليب ملتوية غير صحيحة وعدم مواجهة الحقيقة. حتى إذا وصلت إلى مبتغاها راح تكون على حساب يعني على حساب دولة ومظلومية دول أخرى، وعلى حساب دول أخرى قد تكون هي المظلومة يعني لتصل إلى مبتغاها هذه الدولة. وهذا الوصول هو ليس الانتصار كما ولكن هو بمصطلحاتنا نسميه الاستعمار. لاحظ هاي المفردات اللي ظهرت لنا يعني بحياتنا المعاصرة هي مفهوم الاستعمار. الاستعمار شنو؟ لو تشيل يصير اعمار. فالاستعمار يقول لك أنا من يجي إلى دولة أخرى يقول لك أنا دا خلصك من الطغاة وأخلصك من وارفع مظلوميتك وراح أبني وراح أسوي مجتمعات راح أعمر بلدك. وبالتالي عندما يضع يده على هذه تشوف الظلم والاستبداد والطغيان والقتل لاحظ هاي المفردات كلها تنم عن والمفردات اللي نستخدمها الحديثة للاستعمار في ظاهرها شكل وفي باطنها شكل آخر. دكتور، شنو أكثر دول اللي تعاني من هذا الموضوع؟ مع الأسف دولنا اللي دول الشرق الأوسط يعني الدول اللي بها ثروات متعددة، ثروات هي ليس ثروات النفط فقط، ولو النفط بالطمع الأول للدول الكبرى، أيضا الطاقات البشرية والعقول اللي تحملها هذه البلدان، رغم أنه هي بلدان نقول هي في طور النمو أو هي كما يسميها الغرب دول نامية بعدها، لكن تلاحظها هي تجذب أنظار ويسيل لعاب الدول المتقدمة والدول الكبيرة، لأن الدول الكبيرة أصبحت كبيرة بطغيانها على الدول الصغيرة. زين دكتور، ما هي أبرز مخلفات يعني النفاق السياسي في التعامل ما بين يعني أصحاب القرار في يعني صاحب القرار في الدولة وكذلك المجتمع نفسه؟ راح يكون فجوة كل جدا بعيدة وبين المواطن وبين رجل الدولة، عدم مصداقيته، عدم الالتفات إلى قراراته، عدم تصديق أي وعود ممكن أن يوعدها للشعب. لهذا تلاحظ تظهر الانتفاضات وتظهر الثورات وتظهر بسبب عدم ما يقول السياسي ويوعد أبناء المجتمع ولا يتحقق منه، يظهر لهم شيء وفي داخله شيء آخر. المهم هو أن يصل إلى الكرسي بكلام المعسول بوعود لها. عندما يصل عن طريق هؤلاء المجموعة إلى هذا المكان يبدأ يظهر غير ما
قيل لهم وما تم وعوده. زين دكتورة، من المسؤول عن تنامي هذه الظاهرة النفاق السياسي في المجتمعات؟ البيئة يعني المجتمع نفسه واقع الحال، يعني لأن المواطن ينتظر من الآخر أن يعطي، من السياسي أن يعطي. عندما ينتخبه يتأمل أنه هو رح يرفع من شأنه، رح يوفر له على أقل تقدير حاجاته الأساسية اللي تحافظ على بقائه كإنسان وتحافظ على إنسانيته داخل المجتمع. عندما لا يتحقق هذا أكيد رح يكون فجوة ما بينه وما بين السياسي، ويصبح السياسي بنظر المواطن منافق. لما تسأل أي رجل بسيط في الدولة بالمجتمع تقول له ليش أنت تقول عليه منافق، يقول لك قال إنه ما وفى بوعده. إذن عدم الإيفاء بالوعد وعدم بس هذا الموضوع اللي ذكرتي دكتور، يعني لاحظ أنه يعني من بعد مرور سنوات نلاحظ أنه نفس هذا الشخص اللي يشوي يتكلم راح يرجع على يلتجئ إلى نفس هذا الشخص صاحب القرار، وأيضا يضع الثقة به، وبالتالي راح تنعاد نفس الكرة ونفس الموضوع. لاحظ نفس الأساليب يتبعها، مو قلت أنه هناك أساليب ملتوية وأساليب الخداع يكون يتفنن بها في إيصال هاي الأساليب إلى الرجل البسيط وكسب وده، حتى يصل إلى قلنا أن الغاية تبرر الوسيلة، فيتبع كل الوسائل ويدخل للرجل ويدخل للمواطن البسيط من أشد آلامه، مثلا من خلال الجوع يبدي يوفر له بهاي الفترة مثلا المأكل أو الملبس أو يكسب وده ولو لفترة لحد ما يصل هذا الرجل إلى هذا المكان، وبالتالي راح يكون بعد ما يكون على هذا المكان يبدأ المواطن يطالب يقول وينه، يعني وعدنا أنه يوفر لنا مي أو يبلط لنا شارع، كلها ما صارت، يبني لنا مستشفى فكلها ماكو. فهنا راح يصير أكيد أكو فجوة بين المواطن والسياسي. إذن الدكتورة شيماء عبد العزيز، يعني اختصاص في علم النفس والاجتماع، كنت معي في هذا البرنامج ضيف عزيز، أشكر لك هذا التواصل وأتمنى لك التوفيق. شكرا لك وشكرا على هذا اللقاء اللي جميل بحق، يعني أنا استمتعت بلقائي وياك. تنورينا دكتورة أكيد، الله يخليك ويحفظك. الله شكرا لك. إذن مشاهدينا الكرام، هذا المشوار ورحلة أول النهار مستمرة من شاشة بلادي الفضائية، لكن سوف نتوقف قليلا مع هذا الفاصل ولنعود بالحديث، ابقوا معنا. إذن أحبت المشاهدين، وصلنا بكم إلى ختام هذا المشوار ورحلة أول النهار من شاشة بلادي الفضائية، وعلى مدى ساعة تلفزيونية دخلنا في تفاصيل كل معالم موضوع حلقة هذا اليوم. أشكر لكم حسن الإصغاء والمتابعة، واللقاء يتجدد إن شاء الله بنفس الزمان والمكان. إلى ذلك الحين، في أمان الله وحفظه. Thank you.